لسه مكملين معاكم فقره الفوتنج ومن هو المسؤول عن ازمه نادي الزمالك، الاداره ولا اللاعبين ولا الاجهزه الفنيه؟ وبينضم لنا عبر الهاتف الاستاذ خالد طلعت الناقد الرياضي. مساء الخير عليك. مساء النور يا شيما، ازيك عامله ايه؟ منورنا كالعاده في تايم اوت. منور بيكي. طيب في البدايه عايز اسالك مسؤوليه نادي الزمالك وحالته الاخيره، حالة طبعا المتدهوره اللي وصل ليها، مسؤوليه مين؟ هل هي مسؤوليه اداره نادي الزمالك ولا اللعيبه ولا الاجهزه الفنيه؟ لا طبعا انا شايف المسؤوليه في المقام الاول بتقع على عاتق مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور، يمكن بسبب يعني هو في سببين مهمين جدا. السبب الاول التدخل في عمل الاجهزه الفنيه بشكل كبير. دايما بنشوف المستشار مرتضى منصور بيطلع ينتقد اي مدير فني بيكون موجود في الزمالك، بيتكلم على لعيبه معينه ليه بتلعب ولعيبه ما بتلعبش. ما فيش رئيس نادي في العالم بيعمل كده طبعا، المفروض ان هو بيجيب مدير فني وبيسيبه هو في ايده كل الاختصاصات الفنيه. النقطه الثانيه هي برضو مجلس الاداره، هي عدم استقرار الجهاز الفني. يمكن يا شيما رقميا دلوقتي مجلس اداره الزمالك برئاسه مرتضى منصور هو بالظبط نجح في الانتخابات، كانت يوم 1 ابريل 2014، احنا دلوقتي 7 ابريل 2017، بنتكلم 3 سنين بالظبط. 3 سنين مجلس اداره نادي الزمالك غير فيهم 17 مدير فني. يعني ده رقم طبعا كبير جدا، يمكن رقم قياسي على مستوى العالم، ما عملوش اي نادي في العالم 17 مدير فني خلال 3 سنوات فقط. فبنتكلم لو قسمنا كده افريج او معدل الثلاث سنين 1100 يوم على 17 مدير فني، بالتالي كل مدير فني تقريبا الافريج بتاعه 65 يوم في قياده نادي الزمالك، بنتكلم في معدل شهرين تقريبا، ده طبعا رقم قليل جدا. عايز اقول لك ان منتخب المانيا على مدار تاريخه بالكامل من سنه 1908 لحد دلوقتي 2017، بنتكلم 109 سنه تعاقب على تدريب منتخب المانيا 11 مدير فني فقط. يعني نادي الزمالك في 3 سنين جاب 17 مدير فني، منتخب المانيا في مدار تاريخه 109 سنه جاب 11 مدير فني فقط. فلك انت يعني انت متخيله الفارق ما بين الاستقرار الكبير لمنتخب المانيا وعدم الاستقرار لفريق الزمالك. يعني راي حضرتك ان الاداره، مجلس اداره نادي الزمالك هو السبب في تدهور حاله نادي الزمالك في الفتره الاخيره. بس انا برضو عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ خالد، يعني مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور قدموا كتير لنادي الزمالك، وكان في طبعا واضح كان في طفره كبيره سواء على المستوى الرياضي او الاجتماعي لنادي الزمالك في الفتره الاخيره. اكيد طبعا يا شيما ما نقدرش ننكر الكلام ده، يعني المستشار مرتضى منصور برضه عمل طفره في اكتر من مجال، يمكن مجال الانشاءات داخل النادي عمل طفره كبيره داخل نادي الزمالك من الناحيه الانشائيه. الموارد الماديه كمان لنادي الزمالك برضه يعني تحسب له، لان هو كان دايما نادي الزمالك متعثر ماديا في خزينه النادي، لكن هو قدر خلال 3 سنوات ان هو يدخل موارد ماديه كبيره لنادي الزمالك. الصفقات حتى يعني هو عمل برضه ضم صفقات كبيره لعيبه مميزين جدا في مصر. يمكن كان دايما في السنوات الاخيره الزمالك لما بيدخل في منافسه قدام الاهلي في صفقات كان الاهلي هو اللي بينتصر، لكن شفنا العكس في عهد مرتضى منصور، قدر ان هو يقتنص معظم الصفقات اللي كان فيها منافسه ما بينه وما بين الاهلي. فهو ليه مميزات طبعا ما نقدرش ننكرها، لازم نقول المميزات والعيوب. لكن يعني عايز اقول لك ان مرتضى منصور بيعمل الصعب وما عملش السهل، يعني هو عمل الصعب ان هو جاب موارد ماديه وعمل انشاءات وجاب لعيبه مميزين جدا، ده صعب جدا اي حد يعمله وكان الزمالك ما بيعملوش. لكن فاضل بقى حته سهله جدا، هو البعد عن فريق الكوره، عدم التدخل، الاستقرار الاجهزه الفنيه. اعتقد دي امور سهله لو مرتضى منصور قدر يعملها هيبقى نادي الزمالك هيمر فعلا بفتره انجازات كبيره للفتره اللي جايه. طيب تصريح ابراهيم صلاح وشيكابالا بعد طبعا اقاله محمد حلمي، وزي ما شفنا كده طلعوا قطعوا فيه، وخصوصا شيكابالا اللي قال ان هو كان بيجي يعمل تسخين ويعمل تقسيمه وخلاص هو ده كده التمرين، رايك ايه في الكلام ده؟ والله يا شيما ده كلام غريب جدا، وما ينفعش شيكابالا بالذات يتكلم في حاجه زي كده، يعني لان شيكابالا نفسه هو نفسه ما كانش بيحضر التمرين. يعني ممكن حد تاني يكون متواجد في التمرين وملتزم يتكلم على تمرين الزمالك، لكن شيكابالا عايز اقول لك ان هو يمكن تغيب عن تمرين الزمالك حوالي 35 يوم بدءا من نهايه الدور الاول يوم 29 ديسمبر، نهايه كانت مباراه القمه في نهايه الدور الاول، لغايه بدايه الدور الثاني ما كانش بيتمرن خالص، وكان بيتحجج بحجج واهيه وبيدعي الاصابه. شيكابالا لاعب غير ملتزم طبعا، محمد حلمي ما كانش بيلعبه عشان كده، فواضح ان في غضاضه، يعني امور شخصيه مش اكتر، عشان كابتن حلمي بيستبعده من ماتشات الزمالك، فهو بالتالي ما بيحبش كابتن حلمي. ما ينفعش ان هو يطلع يتكلم بشكل غير لائق بالطريقه دي على مدربه السابق، يعني لو هو كان عنده الشجاعه كان ممكن يتكلم في وجود كابتن محمد حلمي، لكن هو ما اتكلمش في وجوده. فبقول لك ده امر غير لائق، خاصه ان شيكابالا يعتبر هو كابتن
فريق الزمالك، فالمفروض كابتن الفريق هو دور ان هو يلم شمل اللعيبه، ان هو يحوط على الفريق، مش ان هو يطلع يتكلم في اسرار الفريق ويقول كان بيحصل كذا وكان بيحصل كذا وينتقد المدرب السابق. دي طبعا تصريحات غير لائقه من شيكابالا. وعايز اقول لك حتى جماهير الزمالك نفسهم على السوشيال ميديا في ناس كتير جدا من جماهير الزمالك ما عجبهمش كلام شيكابالا وبداوا ينتقدوه، رغم ان هو يعتبر المعشوق الاول لجمهور الزمالك. لكن اللقطه الاخيره او التصريحات الاخيره دي اعتقد خطا كبير جدا من شيكابالا ان هو اتكلم بالشكل ده على كابتن محمد حلمي. المدرب البرتغالي ايناسيو هيقدر ينتشل نادي الزمالك الفتره اللي جايه من الكوه اللي بيمر بيها ولا لا؟ بصي تاني هرجع اقول لك النقطه الاولى، يعني ايناسيو على المستوى التدريبي يمكن هو مدرب متوسط عشان برضه الناس تبقى عارفه، هو درب معظم تاريخه التدريبي كان في البرتغال، ويمكن درب مره واحده بس فريق كبير كان سبورتنج لشبونه فاز بيه بالدوري البرتغالي سنه 2000. بقيت مشواره التدريبي كانت كلها انديه متوسطه زي ريو افي زي بيرامار، يمكن اكتر من نادي ماريتيمو من انديه متوسطه في البرتغال، فهو من انديه مش بتنافس على بطوله. يمكن برضه عمل انجاز مؤخرا في بدايه 2017 اخذ بطوله كاس دوري البرتغال مع فريق موريرينسي وده من انديه الوسط. لكن هرجع تاني واقول لك الكلام اللي قلت لك في بدايه الحلقه ان ازمه الزمالك مش في المدير الفني، ازمه الزمالك في تدخلات الاداره. لو يعني ايناسيو مدرب كويس جدا لو قدر ان هو يلم مع الفريق ويحافظ عليه زي ما مانويل فيريرا كان عامل وكان مسيطر على الفريق وما كانش حد بيتدخل في عمل فيريرا، وبالتالي نجح مع الزمالك واخد دوري وكاس. ده الاهم لايناسيو، يعني اهم من النواحي الفنيه هو قوه الشخصيه والسيطره على الفريق. لو قدر ان هو يعمل كده ويمنع تدخلات مجلس الاداره وخاصه المستشار مرتضى منصور اعتقد ان هو ممكن ينجح. لكن لو فضل تدخلات مجلس الاداره مع ايناسيو هيفشل زيه زي المدربين اللي سبقوه قبل كده. طيب نروح بقى للنادي الاهلي، ورايك ايه في اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وهل النادي الاهلي خلاص حسم لقب الدوري ولا لسه في فرصه للزمالك او لطبعا اقرب المنافسين دلوقتي المقصه؟ لا اعتقد خلاص هو الاهلي حسم بطوله الدوري. يمكن يعني خلينا نتكلم بواقعيه، في ناس بتقول لك الكوره فيها كل حاجه والدوري في الملعب، لكن ده كلام يعني للاستهلاك الاعلامي فقط. لكن انا دايما بحب اكون صريح وواقعي، البطوله حسمت تماما. يعني بنتكلم المنافس التقليدي للاهلي ونادي الزمالك فرق 18 نقطه في 12 اسبوع، طبعا مستحيل ان الزمالك يقدر يعوض الرقم ده. مصر المقصه هو الاقرب للاهلي فارق 7 نقاط، لكن برضه مع احترامنا لفريق مصر المقصه هو مش فريق بطوله، صعب ان هو ينافس، ما عندوش امكانيات فنيه وماديه من اللاعبين، فبالتالي هو المركز الثاني في حد ذاته يعتبر انجاز ليهم. فانا بقول لك لا خلاص هو الاهلي يعتبر حسم بطوله الدوري، من دلوقتي نقدر نقول مبروك للنادي الاهلي بطوله الدوري، والمنافسه بقى الفتره الجايه هتبقى على المركز الثاني والثالث، هي دي ما بين فرق مصر المقصه الزمالك سموحه المصري، لكن بطوله الدوري حسمت تماما للنادي الاهلي. طيب عايزه بقى اسالك على كوليبالي وايه رايك فيه، هل اتفاجئت بمستواه اللي ظهر بيه زي ما الناس كلها اتفاجئت، ولا انت عارف من الاول ان ده هو المهاجم السوبر اللي الاهلي بيدور عليه بقاله فتره؟ لا بصي هو اول ما الاهلي جاب كوليبالي طبعا الفيديوهات بتاعته كانت جيده جدا واتفرجت له على فيديوهات كان ظاهر بشكل كويس جدا، لكن هو طلعت تصريحات من داخل الجهاز الفني وتحديدا من كابتن حسام البدري، بعضها كان في الاعلام والناس شافته بنفسها، وبعضها الثاني كان ما بين الغرف المغلقه. لكن طبعا الكلام اتسرب ان كابتن حسام البدري ما كانش مقتنع بمستوى كوليبالي قوي وقال ان هو مش ده المهاجم السوبر، فبالتالي هي المفاجاه جت من هنا ان هو على عكس تصريحات كابتن حسام البدري فوجئنا بمستوى كوليبالي. طبعا اول مباراه امام الداخليه نص ساعه سجل فيها هدفين رائعين، بعد كده امبارح مباراه بتروجيت برضه سجل هدف، فبالتالي يعني 3 اهداف تقريبا في اقل مباراه ونص، يعني مباراه ونص ساعه، ده طبعا معدل تهديفي رائع جدا. عايز اقول لك يعني لو عملنا مقارنه ما بينه وما بين ستانلي مهاجم الزمالك اللي الزمالك جابه ب 900,000 دولار، ستانلي على مدار 1220 دقيقه في الدوري السنه دي سجل هدفين فقط، يعني ستانلي في 1220 دقيقه سجل هدفين، كوليبالي يمكن في حوالي 130 دقيقه سجل 3 اهداف، فده طبعا معدل تهديفي رائع. الميزه في كوليبالي كمان ان هو راجل مهاجم يعني دايما باصص للجون، يعني كل الكرات اللي بتجيله سواء على زاويه بيحاول يسدد براسه او بيسدد بقدمه، بيعمل حتى دبل كيك لو هو مدي ظهره للمرمى، فبالتالي انا شايف ان هو ده المهاجم فعلا الاهلي كان محتاجه بقاله فتره طويله، وان هو هيكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طب بالنسبه بقى لاجاي شايف فرصه هتكون عامله ازاي في الفتره اللي جايه؟ بصي هو جونيور اجاي طبعا مهاجم مميز، لكن اجاي انا شايفه مش راس حربه صريح، يعني مش هو راس الحربه صريح اللي بيقدر يسجل اهداف زي عماد متعب زي مليك ايفونا زي ما احنا شايفين كوليبالي دلوقتي. فاجاي ممكن يكون ليه فرصه مع النادي الاهلي، لكن بيجي كراس حربه تاني او كصانع العاب من تحت بيلعب على الاطراف، اعتقد ممكن يكون يعني ممكن يكون ثنائي كويس جدا مع كوليبالي، لكن اجاي مش راس حربه صريح اللي بيقدر يقتنص الفرص لاهداف زي ما احنا شفنا في كوليبالي
خلال الماتشين اللي فاتوا، فاعتقد ده هيكون دوره الفتره الجايه ان هو لاعب وسط مهاجم مش راس حربة صريح. طيب شايف ازاي بقى تألق شريف اكرامي في الفتره اللي فاتت، وكنت انت عامل احصائيه ان هو حافظ على نظافه شباكه لعشر مباريات؟ مظبوط فعلا، يمكن شريف اكرامي ماشي بشكل كويس جدا يا شيما في الموسم ده. يمكن شريف كان اتعرض لهزه في نهايه السيزون اللي فات، لكن بالتركيز وبالشغل وبالاخلاص يعني في التمارين وداخل الملعب قدر يعمل طفره كبيره جدا في مستواه. يمكن شريف اكرامي كان 10 ماتشات، وامبارح كمان ماتش بتروجيت ده يعتبر الماتش ال11 ليه على التوالي، يمكن منهم 9 مباريات مع النادي الاهلي في كل البطولات، عنده 6 في الدوري، 2 في بطوله افريقيا، وماتش السوبر امام الزمالك، بالاضافه لماتشين مع منتخب مصر وديين، ماتش تونس قبل كاس الامم وماتش توجو. فبنتكلم 11 مباراه بالظبط، هو كده قفل 1000 دقيقه، يعني بالظبط 11 مباراه 990 دقيقه، وفي 10 دقائق في نهايه مباراه المصري كان اخر هدف دخل فيه من احمد سالم صافي في ماتش الاهلي والمصري كان في الدقيقه 80، ففي 10 دقائق كمان على 990 دقيقه يكمل 1000 دقيقه، طبعا رقم كبير جدا لشريف اكرامي. 11 مباراه متتاليه، الاخر هدف دخل فيه كان 18 ديسمبر، دلوقتي داخلين بالظبط في 4 شهور، يعني بنقترب من 4 شهور شريف اكرامي لم تهتز شباكه. اعتقد ارقام قياسيه جيده جدا تحسب لشريف اكرامي في المقام الاول، تحسب لنجوم خط الدفاع كلهم حجازي وسعد سمير وباقي لاعبي خط الدفاع، وتحسب ايضا للكابتن حسام البدري اللي هو قدر يحافظ على النادي الاهلي بالخطه الدفاعيه المحكمه اللي بيلعب بيها. طيب نروح بقى للنادي الاهلي، برضو كنت عامل احصائيه قلت فيها ان النادي الاهلي من ضمن الفرق اللي في العالم اللي لم تتلقى اي هزايم هذه السنه. بالظبط فعلا، يمكن النادي الاهلي يا شيماء يمكن احد 5 فرق في العالم فقط، يعني احنا سيزون خلاص او الموسم بيقترب على نهايته في كل دول العالم. صحيح. يمكن 5 فرق فقط على مستوى العالم لم تخسر في اي مباراه في بطوله الدوري هذا الموسم، من ضمنها طبعا فريق النادي الاهلي. يمكن الفرق الاربعه الاخرى متواجد سيلتيك الاسكتلندي، كوبنهاجن الدنماركي، فريق ريجيكا من كرواتيا، وفريق شختر دونتسك الاوكراني، دول 5 فرق فقط على مستوى العالم. كل فرق العالم الثانيه خسرت في الدوري بما فيها بقى ريال مدريد، برشلونه، كل الفرق الكبيره، لكن الخمس فرق دول فقط في العالم لم يخسروا في اي مباراه. اعتقد ده برضو انجاز يحسب للنادي الاهلي انه من ضمن يعني أكيد. 5 فرق في العالم لم يخسروا هذا الموسم، وطبعا هنبتدي بقى نتابع الفتره الجايه نتائج الاهلي ونتائج الخمس فرق دول، مين فيهم اللي هيخسر، مين هيقع من الخمسه دول، مين هيكمل نهايه الموسم بدون هزيمه. اعتقد ده برضو رقم ايجابي جدا يحسب لفريق الاهلي في الموسم ده، ويحسب ايضا للجهاز الفني بقياده حسام البدري. اكيد، شكرا ليك استاذ خالد طلعت الناقد الرياضي. بتنتهي فقره الفوتنج بتاعتنا النهارده، وهنروح مع بعض لفقرتنا الاخيره وهي فقره عرض اجاباتكم ورسائلكم على سؤال حلقتنا النهارده، هو هل